يو يو يو، كوتش عبد الله معاكم، تريننج فور وايز كويت. رجعت لكم مره ثانيه مع في لوج 2، او المدونه، الفيديو المدونه الثانيه لي. اوكي، حاليا انا في المارينا مول، وتحديدا ناطر بعد شوي اللقاء في مارينا اف ام الراديو. انا مع كوتش فهد، ان شاء الله راح نتكلم عن برنامج اسمه هبتك او صحتك هبتك. فراح نتكلم عن الصحة واللياقة البدنية وشلون تصير افضل بدنيا وتكون لاغ بدنيا ويكون بالنسبة لك way of life. بس بما ان الحين انا ناطر كوتش فهد، ما ادري راح يدق علي باي لحظة، ناطر حاليا يمكن نص ساعة. اول شيء بتكلم قبل لا ادش الراديو، راح اتكلم عن موضوع اللي هو قلت لكم عنه مره طافت، الكوتشنج. اوكي، شنو هو الكوتشنج؟ شنو يعني انت كوتش؟ ووايد تشوف ناس كانوا يسمون روحهم ترينرز، يعني انا بيرسونال تريننج، بيرسونال تشيك بوم، صاروا مسمان كوتش، لكن احتمال كبير ما يعرفوا شنو يعني كوتشنج. اوكي، او شنو الفرق بين الكوتش والترينر؟ زين، نوعا ما تدريب بالكويت، انزين، او في العالم بشكل عام مر في مراحل كبيره. انزين، وصل الحين مرحله التدريب نفسه، وصل مرحله ان تطلع انت تدش التمرين، تطلع انت من دق شاقينك شق المدرب لا عن خيرك، تطلع انت تزحف من الباب على اساس ان انت مسوي تمرين. اوكي، للاسف وصل يعني تفكير الناس بالتمرين ان هذا الشكل. انزين، فان انا على اساس اتمرن انا خلاص راح اشق نفسي شق، لازم اتعب، لازم جسمي هلكان على اساس يبين ان انا شنو متمرن. انزين، ويجي دور الكوتش او الترينر. انزين، المدرب وصل مرحله الحين، او يعني بعض المدربين اللي مو عارفين شنو قاعد يسوون، وصل مرحله انه اوكي الناس تبي تندق، الناس لازم تدقها دق اساس يستانسون، يطلعون انهم متشقين شيء، فيحسون في شنو شعور انهم ادوا التمرين صح. وللاسف هذا الفكر خاطئ جدا. وايد اماكن انت مثلا دش نادي معين، كلاس يكون مثلا حصه دش في هذا الكلاس مكتوب عليه ابس معده، اوكي، حصه ابس، اوكي، دش هذه الحصه المدرب يشق معدتك شقل عن خير، المعده دقها دق زين، تطلع انت ما تقدر تتنفس من كثر عوار. حلو، طبعا انت يمكن اذا ما عندك خلفيه رياضيه تعتقد ان اللي سويته صح، لان انت دقيت المعده دق وجسمك عوار، وهل كان ثاني يوم ما تقدر حتى تضحك من كثر العوار. لكن للاسف هذا شيء مو صحيح، لان انت مجرد انك قتلت نفسك، عورت نفسك، هلكت نفسك، لكن مو شيء مترتب على شيء ثاني. يعني مو انت قاعد تسوي معده على اساس انه ثاني يوم بيطلع لك معده، مو شيء انه قاعد، يعني انت حتى المدرب احتمال كبير ما قال لك شنو لازم تاكل او شنو لازم تسوي ثاني يوم، او شنو تركيزنا على ثاني يوم، او شنو البرنامج اللي قاعد نسويه، او بمعنى اخر ما في برنامج، فقط انا دقك دق تطلع انت تزحف. فهذا الحين طريقه اغلب المدربين، ان الفكره عالميا للاسف صايره ان انا ادقك دق، او انت كمتدرب او الناس العاديين يهمهم ان يطلع من التمرين هل كان يعني هل كان ميت على خير. انزين، يشوف شيء جديد اول مره يشوفه بالتمرين، تواير، مطرقه، مسدسات، اي شيء غريب عجيب يشوفه، اوه انا بسوي هالشيء، هذا اللي راح يفيدني، هذا الشيء مناسب. اوكي، يبي يستانس، هالثلاث شغلات يبي يستانس. حلو، الحقيقه ان الشخص اللي المفروض الشخص اللي يبي يتمرن، اول شيء فكره انه هو يطلع مستفيد، هذا الحقيقة، ان تطلع انت مستفيد من التمرين، تطلع انت بفائدة اكبر، يعني مستانس بالتمرين. زين، اول شيء تكون مستفيد، ثاني شيء مستانس بالتمرين، ثالث شيء ماشي على شيء راح يوصلك حق شيء راح يوصلك حق شيء، او انه راح تشوف نتيجة. اوكي، فانت ما قاعد تتدرب عشوائي وش اسمه. وهني يجي مدرب، هني يجي دور المدرب. اوكي، دور المدرب شنو دوره هنا؟ زين، طبعا مثل ما قلت لكم اذا كان مدرب شخص ترينر عادي،
فراح يدقك دق انزين، وراح يشقك شق، وما راح يوريك برنامج معين، راح يخليك بس انك تندق دق هاليوم ثاني يوم. ممكن انت تتيع على السبوره تشوف قاعد يكتب المدرب، مو شيء مكتوب او مو شيء واضح على اي اساس انه قاعد يكتب. زين يلا تمرين يوم 1 2 3، يلا روحوا ذبحوا روحكم، ودق دق 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 تمرين. اخر شيء تشوفهم طايحين بالارض كنهم سلاحف، او مو سلاحف كنهم سكارى. زين يعني اللي تشوفه طايح بالارض كذي مو قادر يتنفس، 4 5 طايحين بالارض، وتصورهم وتحط بالنص بطل. زين حسب لهم الناس ان هذيل شاربين شيء وسكرانين، اوكي سوري على التعبير لكن هذا نوعا ما. زين اما اللي تشوفه طالع من التمرين مستانس ومستفيد وحاس انه سوى مجهود، وهالمجهود مترتب على شيء ثاني، هذا بمعنى اخر هو البرنامج التدريبي، او انك انت قاعد تمشي مع تدريب. هني يجي دور الكوتش، فبوريك بالفرق بين الكوتش والترينر. زين الترينر او المدرب العادي اللي هو اول شيء تلقاه يصرخ عليك، زين تلقاه يعاملك بمعامله جيش او عسكريه، مو عارف شلون يدربك بمعامله عاديه، ما ادري ليش يدربك بمعامله عسكريه، حتى هو تلقاه هو مو عسكري وعمره ما لبس شيء عسكري ويعاملك معامله عسكريه. انزين تلقاه يعني عادي كل يوم يالف لك تمرين، مو واضح شنو التمرين اللي بهذا، كل يوم بيالف لك شيء جديد. انزين وما يهم انه يعطيك التكنيك بشكل صحيح، ندربه بس يلا اشتغل مو مهم. انزين واذا ناقشته يبي يوريك انه هو يفهم اكثر منك، ومو شرط يوريك او يعني مو شرط يعطيك كل شيء انت تبيه. انزين وهم تلقاه عاده يبي يوريك انه هو اقوى منك، يقدر يسوي اكثر منك واحسن منك. فهني هذا صفات المدرب، المدرب العادي طبعا مو الكل، لكن هذا تلقاه الصفات في المدرب العادي اللي تلقاه حتى شهادته، اذا عنده شهاده تلقاه شهادته اونلاين. انزين طبعا ما في مشكله شهاده اونلاين، لكن يعني انه خذ شهاده وبس ذاتس. اما الكوتش او كوتشنج، الكوتشنج هو فكر ومنطلق ان انت لما تبي تدرب هذا الشخص انت اول شيء تؤمن في هذا الشخص قبل لا تؤمن في نفسك، تؤمن ان هذا الشخص عنده قدرات، تؤمن ان هذا الشخص يبي يوصل حق شيء معين، تؤمن ان هذا الشخص عنده قدرات وعنده مواهب وعنده سكيلز ومهارات وهو يقدر يسوي بلاوي. زين فالمدرب اول شيء يؤمن في هذا الشخص، ثاني شيء المدرب هذا الكوتش ما يهمه اخر همه، يعني اخر همه انه مثلا منو اقوى من منو او منو احسن من منو او يقارن هذا بهذا، اخر همه لانه هو بالنسبه له حتى لو هذا المتدرب صار احسن منه هذا بالنسبه له رصيد، بالنسبه للرصيد، لانه هو يبي يوصل لك رساله ان انت تستفيد، اوكي ان انت تقدر تتطور، انت تقدر تصير احسن، انت تقدر توصل حق اللي تبيه، ما في شيء يوقفك. كل هدف الكوتش انه يوصلك حق ايش. ثالث شيء الكوتش ما راح يدربك وبس، الكوتش يدري ان انت تحتاج فتره طويله او اعداد، او ان تحتاج شيء يسمونه اسسمنت، او ان احنا نكتب شغلات نحط معلومات نشتغل عليها. انزين الاسسمنت اللي هو ان انا احط معلومات عنك واقارن بعد فتره واشوف شنو التطورات اللي انت مريت فيها، واشوف شنو اقدر اغير، وشنو نقدر نضبط، وشنو الشغلات اللي تساعدنا ان نصير افضل وافضل وافضل. انزين الكوتش يبي يصير قريب منك، يبي يصير صديقك. الكوتش يدري ان احنا يعني خلينا نكون واقعيين، انت في هالزمن مو سهل ان انت توصل حق اللي تبيه، لكن إذا كل اللي تحتاجه عشان توصل اللي تبيه تحتاج تحفيز. فالكوتش يبي من قلب يعطيك شيء انك يحفزك انك تستمر في نمط الحياة الصحي، انك تكون افضل. واخر شيء الكوتش يعطيك من قلبه ان المعلومات اللي عرفها راح يعطيك اياها كلها، ما تلقى يخش عنك شيء، ما تلقى يعطيك شيء بسيط، يبيك تتطور، يبيك تفهم اكثر، يبيك تصير احسن منه. اوكي فهذا موضوع الكوتشينج او الفرق بين الترينر والكوتش. انزين فاذا انت شفت واحد قال انا والله كوتش، شوف اللي يقدم لك، هل هو قاعد يقدم لك صفات الكوتش او قاعد يصد يعني اللي فعلا يتصف فيها الكوتش. انزين او قاعد يقدم لك صفات المدرب العادي اللي بس يبي يهلكك ويطلعك، ومو مهم عنده انك تستفيد ولا لا، المهم هو يستفيد ماديا. اوكي سو
اعتقد الحين انا راح اروح، واذا دشيت داخل راح اصور لكم مقتطفاتي من الاستوديو مع المارينا اف ام. اشوفكم بعد. وهذا انا حاليا بالاستوديو ناطر الشباب فوق ما تشوفون. كوتش فهد معاي. طبعا اليوم منى مع عاد تطلعي. اوكي، فهذا فيلوج مثل ما تشوفون الحين تكمله، بس كنا ما في احد بالاستوديو. ها؟ ما ادري. كنا ما في احد بالاستوديو. لكن ما في احد. تبي ندش نشوف؟ ولا في سكيورتي؟ مسكر الباب. اوكي. ننطر على ما يدقون علينا ينادون. مثل ما تشوفون مارينا اف ام كوتش فهد. بيس. تدري وي ار نورمال داي ان ذا اوفيس. ومارينا اف ام وتوني خالص ومعانا الدكتور غني عن التعريف. غني عن التعريف. عضلات. اوكي يعطيكم العافيه. نرد لكم الحين النادي تشوفكم ان شاء الله. سو قبل شوي كنت خالص من المارينا اف ام، البرنامج صحتك هبتك في مارينا اف ام، والحين وصلت النادي. اوكي وصلت الدوجو. خلينا نتمرن نشوف نطلع على اخر التدريب مع شباب. حلو. كانت الحلقة وايد مميزة الصراحة مع مارينا اف ام، واول مرة يعني هالمرة انسألت اسئلة نوعا ما اسئلة فيها تحدي، يعني كانت اسئلة حلوة وفيها تحدي، وما كانت اسئلة المعتادة شنو تاكل شنو تشرب. anyway بما ان الحين وصلنا الدوجو هنشوف تمرين الشباب شنو راح يكون. اللي ما يعرف موقعنا، احنا ترى في نادي السالمية الرياضي. اوكي نادي السالمية الرياضي نفسه، اذا جيت النادي راح تسأل عن صالتنا، صالة تريننج فور ووريز تي اف دبل الكويت، او اسأل عن صالة كوتش عبد الله اللي هي يم صالة الملاكمة. حلو. هذا الحين تدريب. سامعك. يعطيك العافية. تدريب مثل ما تشوفون الشباب والله ما شاء الله عليهم، راح يتمرنون ما راح يوقفهم شيء. اوكي شد عليه شد عليه. اليوم مثل ما تشوفون قاعد يشوفون الشباب الحين انيمال موفز. عاش عاش عاش. انيمال موفز انيمال موفز. عاش عاش شباب. خوش مقابله كابتن. يعطيكم العافيه. مشكورين مشكورين على المتابعه والسبورت. مشكورين ما قصرتوا. هذا الاوفيس مالي مثل ما تشوفون. مو كتابي بس صار قوه كتاب ابراهيم اعتقد. اوكي المقهوي يعطيك العافيه. تعبت؟ اوكي ريح. شكلك عندك تعبان. اوكي سو اللي يبي تفاصيل الحلقة مالت اليوم مارينا اف ام ودي يسمعها موجودة في الفيسبوك لايف. انا سجلت الحلقة كاملة فيسبوك لايف، تقدر تدش على الفيسبوك لايف، راح احط اللينك تحت موجود، تقدر تشوف التفاصيل الحلقة كاملة. اذا عندك اي استفسار بعد تقدر تحط كومنت تحت تسأل، اذا عندك اي شيء ودك تقوله تعليق حاضر انا موجود راح اجاوب ان شاء الله. تابعوني مرة ثانية ان شاء الله. يعطيك الف عافية. وبيس اوت ووريور.